أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن الحاجة نجيبة كريم قيس من نحف، شفاها الله وعافاها. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا تغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيها. اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقم أبدا. اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، أنت ثقتها ورجاؤها. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، بسم الله أرقيها من كل شيء يؤذيها ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيها، بسم الله أرقيها. أسألك اللهم أن تشفيها، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.